تسجين بعض وحدات صناعية اللي عندها واحد الوقع على المنطقة فيما يخص التصدير، فيما يخص خلق مناصب الشغل. وهذا الأمر هذا يعني الكل مجند لأجل الرفع من اليد العاملة في المنطقة. حضرنا اليوم في هذه المحطة هذه ديال تتمين بعض المواد الفلاحية وكذلك الزيوت، وإن شاء الله هذه المحطة هذه كتعطينا إن شاء الله واحد خلق واحد بين يد العاملة المباشرة وغير المباشرة حوالي 400 منصب شغل، وهذا مهم جدا. والأهم من ذلك هو أن المنتوجات كلها إن شاء الله يعني الغالبية ديالها كتصدر لأوروبا، وهذا شيء جميل وكنشجعه إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا سي باردة مستثمر في كاوريف. ديجا جروب ديالنا في مجال تصدير الزيتون المائدة، ودابا زدنا هاد الوحدة لي برودوي فري الخضار والفواكه. هذا المشروع هذا غادي يساهم في التثمين للفروي الليديوم. هذا المشروع هذا فيه وحدات للتبريد، يعني دي فريغو دو ستوكاج ديال الفروي الليديوم، وفيه وحده ديال استقبال البضائع ريسبسيون ديال مثلا الخضار والفواكه، ولومبالاج التعليق بحال استين ستاسيون دومبالاج. وهاد الوحده هذه يعني غادي تخدم اون ليزون مع هذه بلاتفورم ديال دي بارتنير عندنا في المارشي الكبير ديال اسبانيا اللي كاين في ماركا كابانا في بارسيلون، وغادي يخدم ايضا مع مارشي ديال بيركينيون، مارشي الكبير ديال فرنسا، والمارشي الكبير ديال بلجيكا اللي كيبيع الالمان وهولندا، اللي هو مارشي ماتينال دو بروكسل. يعني هاد الوحده هذه غادي تساهم في لا ستابيليتي، يعني لا ستابيليتي ديال لابروفيزيونمون. مثلا في حالتنا الا خصك شي خضره فقدت هنايا وداكشي تقدر تجيبها من الخارج، بحال ديك الوقيته اللي كانت مثلا البطاطا غلات بزاف، عندي شي اصدقاء كانوا يجيبوها من هولندا يديوها لكازا كتباع في كازا وداك الشيء. يعني هاد الوحده هادي غادي تكون اوتوريزي من السلامه الصحيه واوتوريزي ماروكو فوديكس، يعني تكون موجوده. زياده على ذلك ان لي ترونسبورتور من تاوريرت، ان بزاف ديال الشركات ديال لي ترونسبورتور وعندهم لو ترونسبور فري دو ريفي، يعني يقدر يدي الخضره ويجيب الفروي ولا يدي الفروي ويجيب الخضره. و فوالا، وهاد الوحده علاش هنا بالضبط؟ الحقا جايه في السونتر ديال الجهه الشرقيه، يعني بعيده على المرسى ديال الناظور 100 كيلومتر، بعيده على بركان 100 كيلومتر، بعيده على وجده 100، بعيده على تازه 100، جايه فريمون في لاكس. وكاين لي مويان، يعني كما قلت لكم كاين لوجيستيك هنا موجود وسهل، وغادي ندعموها بهذا الشيء ديال لي فريغو، يعني تقدر تستوكي سون بروبليم. غادي تساهم في تثمين المنتوج الفلاحة، وفي نفس الوقت غادي تحافظ على استقرار يعني السوق الداخلي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.